بسم الله الرحمن الرحيم. وعلى بركة الله شواطنا تتواصل مشاهدين الكرام، انطلاقة جديدة من انطلاقات الخير والمحبة تبدأ بميدان الساد، ونسير وياكم يلى المقدمة كنوافيكم بالنتيجة مع اللي قادت المسيرة وخذت المركز الأول منذ بداية الشوط. يا سلام بهاي الانفرادة المميزة، انفرادة مميزة منذ بداية الشوط اللي انطلقت إلى المركز الأول. شعار الساعدي يسيطر إلى مقدمة الشوط السيطرة التامة، ونتمنى للتوفيق أبو سالم. المركز الثاني دخول عليها، دخول من الشاهينية محمد بن حمود بن محمد لهيبي. المركز الثالث براقة يوسف بن سليمان الوهيبي تاتي على المركز الثاني. المركز الثالث اللي وصلت هملولة حمد بن ناصر بن علي النعيمي، من يقدم هملولة على المركز الثالث. المركز الرابع لقوير الله بن علي بن مانع الحبابي. إذا وصلنا المركز الخامس وصل بن خيرة سيف بن سهيل بن خيرة العفاري ياتي بالشاهينية. هكذا النداء، هكذا المسار، نعود إلى المقدمة، نعود إلى الثنتين اللي ما بين هنا المبارزة. الله يا أبو حمود، السيطرة التامة. محمد بن حمود بن محمد الوهيبي السيطرة التامة بالشاهينية منذ الله يا براقة السيطرة التامة. يوسف بن سليمان بن علي بشطيط الوهيبي سيطر إلى السيطرة اللي ما بعدها إلا الفوز. انفردت بالمركز الأول، ها هي براقة يوسف بن سليمان بن علي الوهيبي. مشكور يا محمد مشكور، والتهنئة لسليمان بن علي الوهيبي على فوز براقة بالمركز الأول. تنفرد الانفراد التام وتهدي السلام أهالي منجم السبق. سلام يا أبو سليمان، سلام. يوسف بن سليمان الوهيبي ينتزع المركز الأول ببراقة بهذا الشوط وبانفراد واضح كل الوضوح. المركز الثاني مشاهدين الكرام الشاهينية محمد بن حمود بن محمد الوهيبي، والثالثة لحمد بن ناصر النعيمي اللي هملولة. التوقيت 2:17 ثانية. تهانينا والناموس ليوسف بن سليمان الوهيبي.